يعتبر إكسبو محفل لفعاليات محلية وعالمية، وعم تنعقد مؤتمرات عم بتناقش قضايا بمختلف المجالات، ولكن بنفس الوقت زوار إكسبو أمامهم فرصة ليتعرفوا على تاريخ عادات وتقاليد 192 دولة موجودة اليوم بإكسبو دبي. لهيك اليوم قررت أني أخذكم بجولة بين التاريخ، الثقافة والفن. مرحبا فيكم محمد وميلان. ميلان باند منورينا اليوم. Thank you so much حبيبتي. بداية اليوم نحن موجودين بإكسبو. أدي مهم اليوم إكسبو كتجربة ثقافية فنية نتعرف فيها على الشعوب من خلال ثقافتهم ومن خلال فنونهم. طبعا دبي لها بصمة خاصة أكيد، وهي متميزة دائما، وكتير حلو أنه معرض إكسبو يجمع كل شعوب العالم بمكان واحد. هذا شيء جدا تجربة ممتعة وجميلة. محمد، شو رأيك بإكسبو كتجربة ثقافية وفنية بتعرفنا أكثر على الشعوب، خاصة أنه أنت موجود اليوم كمان مع فرق ومع فنانين عرب مشاهير عم بيتواجدوا بإكسبو، عم بترافقهم طبعا فنيا بكل التجهيزات الفنية اللي عم بيقوموا فيها؟ كانت تجربة حلوة والله، مع كتير فنانين نجوم بالإكسبو. بتعرف في دبي دائما سباق لكتير أمور، وجامع ثقافات العالم كله، يعني أكثر من 192 دولة يعني موجودين كثقافات. حتى استفدنا من كتير أمور، يعني بالميوزك شفنا ثقافات موسيقية، يعني بدل ما نسافر ونروح على بلدان ونشوف ثقافتهم شفناهم هون بدبي بإكسبو دبي. فكانت كتير إكسبيرينس حلوة بصراحة لإلي ولكل العالم. يعني بما أنه عم نحكي عن الثقافات والفنون، اليوم نحن موجودين بالجناح السوري. بالفعل الجناح السوري بيحتضن كثير من التجارب اللي بيشوفوها الزوار اللي هي لها علاقة بالفن أو بالثقافة. بيعرض تاريخ أول نوتة بمملكة ماري حوالي أكثر من 2000 سنة وإلى ما هنالك. وأكيد ما فينا ننكر قدي حلوة الأغاني اللي تغنت للشام تحديداً. إذا فينا نسمع شيء هيك للشام اليوم بهالمناسبة. أكيد هلا ميلان محضرة هيك شيء مثل ميدلي، يعني جامعة فيه هيك الأغاني الحلوة اللي تغنت للشام. هنسمعك شيء منها. Thank you.
الله يا ميلان. يعني اجمل الاغاني. خدوني عشان. اليوم كمان حلب مشهوره بالقدود الحلبيه او بالموشحات. شو تاريخها؟ يعني لين هذيك المنطقه بالتحديد اشتهرت بهيدا النوع من الفن؟ اكيد كثير. بتعرفي انت منطقه حلب، منطقه الشمال، كثير مشهوره موضوع الموشحات، موضوع القدود الحلبيه. يعني يمكن ما بتلاقي بيت حلبي الا ما في حدا فيهم بيغني او صوته حلو او عائله فنيه او عائله فنيه. يعني انا حلب قعدت فيها سنتين صراحه، فكتير فت على عيال، فت على كتير اصدقاء من هنيك. كل بيت فيه حدا صدقا انه يا بالفن يا بيحب الفن يا بيغني يا بيعزف. يعني صح. حلب كتير يعني عظيمه بهالامور. والقدود والموشحات يعني لها هيك طابع خاص بهالمنطقه هي بالذات. نسمع شيء من الموشحات او القدود الحلبيه؟ طبعا اكيد. نسمع يا مال الشام للاستاذ صباح فخري. تسلم يا حمد على العزف الرائع. طبعا يعني صباح فخري دخل بموسوعة جينيس يمكن لأطول مدلي غنى فيها لحلب وقدود حلبية. اليوم نحن يعني بين هالفن وبين هالحديث عن الثقافة والتاريخ الفني، اليوم موجودين نحن بإكسبو، حضرتكم مشاركين، ميلان رح يكون عندك إن شاء الله حفلات بإكسبو. خبرونا أكثر عن ميلان باند، لأنه هالتجربة الفريدة من نوعها، أنت ومحمد مؤسسين هالفرقة الفنية اللي أنا بدي أقول إنها راقي بزمن عم نسمع فيه يعني أغاني نستنا شوي. هاي الأغاني اللي لها علاقة بالفولكلور، وبنفس الوقت بدي أقول لكل اللي عم يتابعونا إنه كمان ميلان صوتها رائع بالأغاني الأجنبية وكمان بالأغاني يعني مختلف أنواع الموسيقى واللغات. خبرونا أكثر عن ميلان باند. ميلان باند نحن يعني تعرفنا على بعض أنا وميلان بسنة 2011 وصار في هيك كيمستري، كيمياء بيناتهم صح فنيا وبلشنا فنيا وعاطفيا لأنه ميلان ومحمد مجوزين. يعني يمكن خلق المشروع وخلق مشروع الزواج ومشروع الباند بنفس مع بعض. صح. فبلشنا من هون صراحة. ميلان كتير مجتهدة بأنه بتحفظ وبتغني كذا لغة. يعني عندها تحدي بينها وبين نفسها، أنه مثلا أنا بدي أتعلم لغة هندية، أنا بدي أتعلم أنه غني مثلا بالإسباني، أتعلم غني طلياني، أتعلم غني يوناني. يعني عندها هذا الموضوع تحدي مع نفسها. الحمد لله قدرت يعني 8 لغات، انه حدا بيغني 8 لغات
فشابو هذا الشيء اللي بيميزنا يعني الحمد لله. انا كثير يعني بشجع برافو عليها يعني ميلان صعب جدا. صوتها كثير رائع بالاغاني الاجنبيه مثل ما حكيت، يعني سمعين لاغاني هنديه سمعين لاغاني اسبانيه. ميلان الاختلاف باللغات، يعني الموسيقى لغه عالميه ولكن صح. الاختلاف باللهجات يمكن وباللغات قد ايه صعب بالنسبه للفنان؟ صعبه جدا، هي اسهل لغه تواصل بين شعوب العالم والأصعب حفظاً وانتباه بالنسبة للتكنيك، بالنسبة للموسيقى، نوع الموسيقى هذا الشيء مختلف different. يعني إذا عم نحكي نحن على الموسيقى الهندية، أنت إذا بتعدي بتسمعي، أنا لأني بسمع كتير، كل منطقة مختلف، الآلات، الإيقاع، نوع حتى الموسيقى الهنك مختلف تماماً، حتى طريقة المغنى كمان مختلفة. بس أنا من الأشخاص اللي كتير بحب أسمع بشكل ما طبيعي، وعندي هذا الهاجز انه دائما انا صوتي فيه الطابع العربي بس بنفس الوقت بحب اتعلم هنك لغات او لهجات. انت ما بتتخيلي وقت احيانا بنكون عم نغني مثلا هندي او طلياني او تركي او باي لغه يعني عم نغني، او حتى انجلش، ما بيتوقعوا انه ميلان هي عربيه صراحه. يعني حتى اي حدا بيسمع والمستحيل هي، مش حتى بيقولوا هي بتعلمي عربي بتغني عربي. صح صح. ف يعني كويس، يعني برافو عليها عن جد انه هي قدرت تحقق هذا الشيء. الحمد لله، يعني الانسان لازم يكون مجتهد. نجاحكم واضح على المسرح، كثير في كيمستري بيناتكم، وصلكم سنين عم بتغنوا، بس كنت خبرونا شيء موقف طريف مر عليكم وقتوا على المسرح. هلا نحن هو عم يضحك لانه عارف نحن كوننا كابل مزوجين، فبتعرفي يعني مثل اي اثنين مزوجين كانوا مثلا. بس ما تقولي لي تخنقتوا على المسرح. هلا هي لا كثير بتخانق على الستيج، شوفي النظرات هي اكثر شيء بتعبر عن الحاله، فبتعرفي ما في اثنين بيختلفوا. فاحيانا بيكون عندنا حفله وخلص مضطرين، بتعرفي انت للناس بدك تحكي بدك تغني، بس بتجي عيني بعينه انه انا هلا خلص اخذ منه موقف، يعني هو حسابك كمان بالبيت ايه، فبطلع فيه بطريقه انه انا كل شيء يعني انا هلا متضايقه منك بطلع فيك برجع بعطيه رياكشن برجع بتسن للعالم. بس هيك يعني انا بضل كنترول، يعني انا ممكن كبسه زر تفيل المايك ولا يلا ايه انت الكنترول عندك هيدي المشكله. والله هي صارت بس هي صوتها ما شاء الله يعني ما بده مايك. هي صارت مره قال لي خلص انتو شكلك كثير معصبه خذي بريك، قام انا بس طفيت له الاور وحده بوحده. شوفي موقف هيك طريف صار معكم. موقف طريف، في موقف صار مع يعني معنا، كان في صديق لنا جاي من الشام وكانت حفلة راس سنة، فدعيته انه يكون موجود معنا، فهو بيحب يصور كتير وجايب معه كاميرا، فالستيج كتير كبير وورا الستيج في مثل بحيرة، فعم يصور وكذا وعجوب بحاله، وهو مستلم موضوع الدي جي وقت اللي والعالم عم يرقصوا ومبسوطين وهيك، عم ما لقيته غير واحد، انا عم بازف واحد عمل هيك اختفى على اختفى لقينا وقع عمل التصوير بحيرة. يعني بتصير هيك مواقف امرات على طبعا طبعا كثير، بس يعني دائما خبره الفنان وبالنهايه يعني دائما الكونتاكت او التعاطي مع الجمهور اللايف بيكون له متعته بكل الاشياء والاكيد المشاكل والمواقف هيدي يمكن عم نحكي عليها، المواقف المضحك اللي بتصير. قد ايه اللي بيطلع على مسارح، يعني صار لي تقريبا بهالدومين فتره منيحه، بس لحد الان كل ما بطلع على ستيج بلاقي فيه عن جد في له متعة مختلفة، كأني أول مرة بطلع صراحة رهبة ومتعة بنفس الوقت. ايه صح ايه. فعلا اللايف غير طبيعة، تفاعل العالم انك انت تقدري تكسبي انتباه الجمهور، تقدري تكسبي المحبة تبعهم، هي كثير وتنقل لهم الاحساس. صح صح. لايف بشكل صح مباشر. بما انه عم نحكي عن ميلان باند، رح نختم بغنية لميلان باند، ولميلان نزلت مؤخرا وحققت نجاح، يعني انا شخصيا كثير بحبها. حبيبتي انت يا تسلم لي حبيبه قلبي، انت اللي يا تسلمي لي. تسلمي لي ميلان. وطبعا اغنيه يا تسلم لي توزيع محمد والحاني وكلمات الشاعر إلي عيد، وجه له تحيه اذا كان عم يحضرنا. بعرف انك مش إلي، ما بتكفي كلمة ريتك، شو فيها ظلم الدنيا
قد الدنيا حبيتك انا بعرف انك مش ما بتكفي كلمة ريتك شو فيها ظلم الدنيا قد الدنيا حبيتك يا تسلم لي لما تطق القمر وجهك بيهن حن بجن بدوب بغل حس بحالي فوق الكل يا تسلم لي لما تطق القمر وجهك بيهن حن بجن بدوب بغل حس بحالي فوق الكل حس بحالي فوق الكل. يا سلام يا ميلان على هالاغنيه الحلوه وهالتلحين والتوزيع اللي اكثر من رائع. ميرسي على وجودكم معنا اليوم. ميلان ومحمد لنا الشرف نكون ببرنامجك على قناه الان. انا بدي اتشكرك من كل قلبي. نورتونا. شكرا كثير لكم. ثانك يو. مهندس خالد مساء الخيرات. اهلا وسهلا فيكم. قطع اثريه اليوم موجوده بالجناح السوري واللي هي ابجديه اوغريت. خبرنا اكثر عنها. هي اول ابجديه بالتاريخ. قبل ما كان في شيء اسمه ابجديات، كان في رسومات وخربشات. هون من مملكه اوغريت، من اوغريت وجدت هي القطعه واللي هي فيها 30 حرف. من بعدها الانسان صار يقدر يكتب وصار يقدر يحكي كلمات، ومن بعدها بلش صار في شيء اسمه توثيق للحكي والقصص، واذا ما في قصص فما في تاريخ، وهي فعلا هي اللي قدرت توثق التاريخ. والقطعه عمرها يتجاوز 3400 سنه، يعني هي 1400 سنه قبل الميلاد. نحن جايبين الريبليكا الاولى اليوم، استعناها من متحف دمشق الدولي لنعرضها كاول مره بتطلع برات سوريا وللعالم باكسبو دبي ليشوفها. باكسبو دبي 2020 ليشوفها العالم اكيد. وكمان موجوده اليوم نحن حلقتنا عن الثقافه والفن. يا سلام. ولما عم نحكي عن الفن اليوم انتم كمان عم بتقدموا للعالم ليشوف اول نوته بالتاريخ. صح. منا يعني بدأ اللي يمكن كده عم تخبرني نوتة فيها بداية العزف، بداية كيف إنه التلحين يمكن. صح. فخبرنا أكثر كمان عن وجود أول نوتة اليوم. هو الهدف الحقيقة نحن ليش عم نستعرض اليوم الأبجدية الأولى أو النوتة الأولى، لأنه الثيم العام تبع إكسبو 2020 هو تواصل العقول، هو اللي بيؤدي لصناعة المستقبل. واصل تواصل العقول هو الابجديه، لانه وقت صار في ابجديه صارت العقول تقدر تتواصل. واصل التواصل الروحاني هو الموسيقى، فنحن كمان عم نعرض الموسيقى الاولى من هالمبدا. هلا النوته الموسيقيه الاولى او الوجده اللي هي اسمها هيمتو نيكال، هي ترنيمات لنيكال. نيكال هو اله القمر والخصوبه. هي عباره عن صخره وجدت باوغريت مقسومه لقسمين، قسم على اليمين هو بدايات التنويت الموسيقي. والقسم الثاني اللي على اليسار هو الكلمات الاغنيه. هي اغنيه لسيده عم تناجي الها الخصوبه انه تصير عندها اولاد. اليوم او من فتره 100 سنه لليوم في كثير علماء موسيقيين حاولوا يترجموها للقطعه الموسيقيه، لانه ما في كان اي ريفرنس قبلها. فترجموها بس بطريقتهم، بطريقه الانترناشونال، بالنوتات الانترناشونال. اليوم فناننا اياد الرماوي ترجمها لاكسبو كمان 2020 اول مره بمقامنا، مقام بخص الشرق، المقام البيات. وكمان ترجمها بمقاربه كثير للابتهالات السريانيه اللي هي اقرب شيء لهذيك الفتره اللي عم نسمعها اللي هلا بتسمعوها بالباك جراوند بالجناح صحيح. السوري. صحيح. رح نكمل جولتنا. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. تسلم.
بيتميز هيدا المعرض بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين السوريين اللي رسموا وجوه سورية وما وقعوا رسوماتهم بأسمائهم، بل وقعوها باسم أنا السوري. وبتنعكس هاي اللوحات على مرايا كبيرة قدامهم كتب عليها بعيني قلبي أراك، ليشوف الشخص نفسه بالمراي مع الوجوه السورية بالطريقة اللي شايفينها الرسامين. اليوم نحن موجودين كمان عند الصنبلة الوحيدة. شو قصة الصنبلة الوحيدة وهيدا المكان اليوم اللي فيه مجموعة السنابل بطريقة كتير مميزة وملفتة للنظر؟ نحن يعني أصل الحضارة هو الزراعة. بلشت حضارة الإنسان لما صار مزارع، والزراعة طلعت بمنطقتنا واللي هي زراعة القمح، ونحن مشهورين بالقمحة الصنبلة الوحيدة. ولهلأ علاقتنا كسوريين بالقمح والخبز علاقة غريبة يعني. نحن لهلأ يعني أنا وعن كل السوريين إذا بنشوف خبزة بالأرض دغري بناخدها ومنبوسها وبناكلها، نحن منقدس الخبز. الفنان اليوم خزيمة عمل art installation كثير بهم اللي هو هذا شايفينه، هو عبارة عن 160 سنبلة وحيدة وعملها بحجم ضخم بحيث أنه هي مقابلة ند للإنسان. المبدأ هو إذا أنت بتوقفي قدام السنبلة، بتوقفي مع السنبلة، السنبلة كمان بتوقف معك. فنحن عم نشجع هون الزرع وعم نشجع العودة للجذور تبعنا، فهذا هو الهدف من هالإنستوليشن. نتشكرك على وجودك معنا اليوم. شكرا لك، دائما معكم نحن. شكرا. أهلا وسهلا. بحلقة جديدة وضيوف مميزين بـ Expo 360.